أكثركم الله. يقول في سؤاله الأخير: أرجو أن تبينوا لنا أخطار تجمع الشباب وتجمهرهم في الممرات وعند البقالات وإجاباتهم السيئة لمن ينصحهم، فهل من توجيه لذلك؟ أحسن الله إليكم. أسأل الله لهم الهداية، ويجب على آبائهم وأولياء أمورهم أن يمنعوهم من هذه التجمعات وهذه المخالطات التي لا تعود عليهم بخير، مع ما يترتب عليها من أذية المارة وغير ذلك من المحاذير. فيجب على أولياء هؤلاء الشباب من آبائهم وأولياء أمورهم أن يمنعوهم من هذه الاختلاطات والتجمعات. نعم.